يلا بسم الله. أنا مريض 39 سنة، لا سوق مرضي، قدم إلى الإسعاف بقصة خفقان. بالفحص مريض وعي متجاوب، كان جلاسكو 15 على 15، ضغطه كان 15 على 9، عدد مرات التنفس كان 24، الأكسجين 99، نبضه 150 والحرارة 37. طيب من الاستقصاءات، هو كان تخطيط اي سي جي، كان تخطيط على الشكل التالي. التخطيط كان، نحكي منفصل بالتخطيط حكيم ولا شلون؟ يلا خلونا نشوف السؤال. وفي بدأ يطلع السؤال، شو التشخيص وشو المعالجة منها؟ طيب تشخيص شباب، تفرجوا على التخطيط، عملوا على الشات، اكتبوا على الشات، ما بدي حدا يرفع ايده، بس اكتبوا على الشات شو التشخيص. طيب تفضل حكمت، اشرح لنا شو في التخطيط وشو عالجتوه. هلا التخطيط منتظم، ما موجي بي غائبي غير جيبي، محور طبيعي، السرعة كانت تقريبا حوالي 100، حوالي 200 تقريبا، بين 180 لل 200. اوكي، يعني فوق 150. نعم فوق 150. طيب شو على الشتوى اول او شيء شو في التشخيص؟ تشخيص كان اس في تي، تمام. باشا بالمعالجة، بالمعالجة بالمناورة المبهمية. طيب استجابت، بعد مناورة فلسفة كان تخطيط كالتالي، على اذا رجع مناورة ايه رجعت موجي بي، صار جيبي ومنتظم. تمام، خرجت المريض على البيت. بعتناها على البيت مع استشارة طبيب قلبي. طيب تخطيط جيبي ما هيك؟ صار جيبي. تمام. طيب الله، نحن بس بالنسبة للاس في تي التشخيص تبعه بيكون منتظم، ما في بي يعني غير جيبي. الله لو كان غير منتظم صار اسمه جرفان وزيني. الأمر الثاني، الخط الأول في العلاج وهذا اللي انبسطت عليه، إنه هو المناورات المبهمية. في عندنا 5 أو 6 مناورات مبهمية بتنبه المبهم فبيبطأ القلب لحاله. نطلب من المريض ومنعلمه، مثل هاي المريضة لازم المريض تعلمه يعملهم في البيت قبل ما يجي عشان ما يتعذب. أحيانا ممكن على المناورات المبهمية يمشي حاله، منعكس الأقياء ومناورة فلسلفة اللي هي ينفخ المريض يزفر ويحبس النفس، وممكن ان نخبر المريض مناورة فلسلفة المعدلة اللي هي بينفخ بسرنج فاضي، يعني بيدفش المدحم وبعدين بيتشطح وبيرفع الجري لفوق. في عنا من المناورات المبهمية تمسيد السباتي، بس بشرط ما يكون في عنا مرض بالسباتي. في عنا الضغط على كرة العين مؤلمة بشدة، وما لازم نسويه إذا كان في عنا المريض في عنده مشكلة يعني بالعين، مثلا مرضى السكر، اعتلال الشبكية إلى آخره. في من المناورات إنه بنضرب على الشرسوف ضربة هيك قاسية، أو بنطلب من المريض يبلع قطعة ثلج. هاي المناورات المبهمية بنجربها إذا كان المريض، طبعا بشرط يكون مستقر، يعني مثل المريض نضاطه كويس. أما إذا كان غير مستقر ممكن نلجأ للدواء مباشرة أو حتى الصدم. لو راح نصدم هذا المريض بده يكون عندنا يعني هبوط ضغط او صدمه، او المريض داخل بزمه رئويه او مريض غير الم مستقر. صدري، والصدم هنا 50 لمليون يعني، تمام. وبيكون متزامن. بالنسبه للعلاج، اذا الخط الاول ما نفع بنبدا بالخط الثاني نعطي اللي هو أدينوزين. تماما. الادينوزين هو الخط الاول طبعا من تسريب الادويه. بسرعة. تسريب بسرعة لأن عمر النصف قليل. كان من 6 إلى 10 ثواني. تماما، بيتخرب بس طلع برات الأمبولة بيتخرب. لذلك إذا في وريد مركزي الأفضل نحقن فيه، إذا ما في وريد مركزي وريد محيطي وندفش وراه 20 سنتي سيروم ملحي ورفع اليد. تماما. هلا ما في عندنا أدينوزين، وغالب المشافي ما في أدينوزين. ممكن نعطي حاصر بتا، حاصر كلس مثل البي 400. الديجوكسين يعني ممكن يفيد بهي الحالة، بس يعني ننتبه انه الديجوكسين خلوه يعني للحالات اللي ما موجود عندكم الادويه او ما مستجيبه على الادويه.
الثاني. هلا كثير مهم الشغله اللي عملها حكمت اللي هي خطط بعد يعني بعد عودة الدورة. المريض قال لك انه والله تحسنت، شايف هاي تحسنت، او حطيت ايدك على النبض لقيته رجع بطيء. التخطيط مهم عشان تكشف شو السبب. هلا شو السبب هون حكمت برايك؟ ممكن يكونوا فيزيولوجي، يعني فيزيولوجيا عادة يكون تسرع جيبي والله، أو مرض مثلا قلب بنيوي بما أنه عمره 39 سنة. مثل إيش؟ يعني مثل إيش مرض قلبي بنيوي؟ ممكن ده الشرايين الإكليلي حكيم أو احتشاء عضلي قلبي مثلا. الله بشكل عام الاحتشاءات تعمل بطء قلب، تعمل حصارات قلبية. الله ننسى عن الأدوية، ممكن بعض الأدوية يعني مثلا لو كان مريض بيجينا هدول المرضى أحيانا الربو بياخذوا فنتولين. مرة جانا مريض أخذ كثير فنتولين فصار معه اس في تي. أمر ثاني مرة بالغلط ممرضة بدل ما تعطي فنتولين الأرزاز، فنتولين يعني اللي هو السالبوتامول، أعطته بالوريد خطأ منه وكانت متدربة يعني، ففورا دخل مريض باس في تي تسرع. الشيء الأهم هو ندور على المسار الإضافي دائما. سبب الاس بي تي هو عودة الدخول، بيكون في عندنا مسار إضافي غير المسار اللي بنعرفه اللي هو العقدة الأذينية والعقدة الجيبية العقدة الأذينية البطينية والحزمة هيس والياف وركنجي. إذا ما صارت السيالة وفق هذا يعني هذا التردد معناتها في عندنا مسار إضافي. المسار الإضافي بسموه عودة الدخول، فبيدخل لسه بيرجع هو بيوصل على العقدة الأذينية البطينية بدل ما يروح على البطينات بيرجع بيدخل التنبيه بيدخل على الأذينة فبيصير هي السرعة. السبب الثاني انه ممكن يصير عندنا حزمة إضافية بشكل طبيعي او في سياق متلازمة وولف باركنسون وايت. لذلك التخطيط هون مهم عشان نكشف وولف باركنسون وايت، لانه لو كان وولف باركنسون وايت ما راح يستجيب ولا على دواء من الأدوية، بل على العكس الحاصل بتا وحاصل الكلس والديجوكسين والأميودارون كلياتهم مضاد استطباب ب الولف باركنسون وايت. لذلك يعني بيصير في عنا ضرر واحيانا بيتحول لرجفان بطيني او تسرع بطيني واحيانا رجفان وزيني. الامر الثاني الثالث ما بعرف وين وصلنا انه 2 ل 5% من مرضى الاس في تي بيتحولوا ل اي اف بعد انقلاب النظم. لذلك تخطيط كثير مهم. الحالة اللي بعدها شاب 18 سنة قدم إلى الإسعاف قصة حرارة وعروقات، بالفحص مريض وعي متجاوب جلاسكو 15، عندنا بالفحص السريري كان في عندنا طفح جلدي على البطن والظهر واحتقان بالملتحمي، ما طلبنا استقصاءات كان هذا الصور موجودات طبعا حرارته عالية كمان اي كانت حرارة 39 اي احتقان بالملتحمي وهذا الطفح في عندنا هون. طيب شو شايفين يا شباب بالصورة هيدي؟ أيوة بقع كوبلينك، برافو براء، يلا رجع. إذا تشخيص حصبي أنت ما أعرف الشباب. الله أوعي بيقول إنه يعني الموضوع واضح، بقع كوبلينج طفح التهاب ملتحمة الثلاثية المعروفة للحصبة ببلد يعني في وباء حاليا عندنا، فما في داعي استقصاءات. يعني مثل ايش بدك تطلب استقصاءات؟ يعني لا الكريات بريد ترتفع ولا صفيحات تنزل ولا سي ار بي مشخصه. اذا بدك تشخص حصبه بالاضداد فهي بي سي ار معناتها انت مالك متاكد من التشخيص، بس هذا الواضح جدا يعني. طيب العلاج شو العلاج حكمت؟ شو عالجته هذا المريض؟ خفض الحراره بالاسعاف كويس ونراقبه بالتخريج للبيت، نوصف له سيتامول مع فيتامين آ. تمام. وإذا كانت مريضة إذا كانت مريضة لازم نسأل إنه المريضة في حمل عندها حمل أو لا، لأنه الفيتامين آ مشوه. برافو عليك. طيب الشباب بيقولوا ما بتطلب له صورة صدر، شو بتجاوبون؟ هلا إذا كان في عنده أعراض شو اسمه زلي وشو اسمه
أعراضنا الصدرية نطلب صورة صدر. بس المريض كان بس أهم اختلاط للحصبة هو الإنتان الثانوي، واللي هو عادة عند البالغين ممكن نشوفه بالرئة، ذات الرئة. لكن المريض مثل ما نكون شايفين لا عنده زلة، لا عنده سالة، ولا عنده نقص أكسجة، فما في داعي لتطلب شيء. إذا شفت المريض عم يسأل خلاص اطلب صورة. إذا كان ذات رئة حصبوية شو علاجه يا شباب؟ مثلا إذا هون العلاج تخفيض حرارة، علاج عرضي فقط. حتى فيتامين اي ما يعني ما موصى فيه لكل المرضى، بس اذا في عنده نقص تغذيه. يعني اذا شفتوا هذا الشاب انا شايفه وضعه كويس ومربرب، فما في داعي حتى لفيتامين اي. يعني فقط المناطق يعني اللي عندهم سوء تغذيه، الاطفال يعني الناس اللي مبين عليهم سوء تغذيه. فيتامين اي مثل ما قال الحكمات يعني ضار بالحمل. اسيكلوفيرا بيقولوا الشباب. انا كنت هذا اللي يعني متوقع انه حدا يجاوبني. ذات الرئة الحصبوية علاجها عرضي فقط، يعني دعم تنفسي. السكلوفير ما بفيد هون بهي الحالة، لا ما بفيد. طيب الحالة اللي بعدها، مريضة 42 سنة سوابق سكري نمط ثاني وارتفاع ضغط شرياني، قدمت إلى الإسعاف قصة زلة تنفسي. بالفحص مريضة واعي متجاوبي وجلاسكو 15/15. وبالإصغاء في عندنا خلاخر ناعمة بكلا الساحتين. كان ضغط ضغط 18/12. العدد مرات التنفس 35، الأكسجة 73، والنبض 110، والحرارة 37. الاستقصاءات طلبنا صورة صدر مرفقة، تخطيط قلب كان طبيعي، سي ار بي كان 16، كرياتينين 1.1، والسي بي سي كان طبيعي. وهي صورة صدر. تفضلوا شباب، شو التشخيص؟ اشرح صورة الصدر حكمات، اشرح لنا شو فيها صورة الصدر. هلا بنبلش قراءة صورة صدر A B C D. ال A الـ Airway الطريق الهوائي كان طبيعي، ال B الـ Breathing كان في عندنا ارتشاحات في كلا الساحتين، ال C Circulation ما كان في عندنا إنه كله طبيعي، الحجاب الحاجز كمان كان ضمن الطبيعي، والاكسترا ما انا شايف انه كسور، ما انا شايف فيه قصرة او شيء خارجي. بس انا راح صوتك المشعر القلبي شو حكيت عليه؟ المشعر القلبي كان تقريبا طبيعي، طبيعي اقل من 50% تقريبا، يعني بده قياس افضل قياسه، لكن ممكن كانه متوسع شوي. اهم شيء في عندنا قصرة تحت الرئتين، بس تعمل لي تكبير حكمات على الزاوية الحجابية، الزاوية الحجابية فقط. ايوه لا تمام، هون بالطرف الثاني. هذول شو الشباب اللي شايفين هون؟ هذول الشقوطة اي خطوط كيرلي بي؟ تماما، هذول الشقوطة اللي عم تشوفون هي خطوط كيرلي بي. بالطرف الثاني، روح الطرف الثاني كبر بالطرف الثاني، اوضح بكثير. ملاحظين هون هذول الشقوطة، هيدي خطوط كيرلي بي. وبصراحة إذا طلعنا على الصورة هيك بشكل عام ورجع صغير، هيدا علامة جناح الخفاش. يعني التشخيص مين حكى على الشات؟ تمام، برافو عليكم. إذا وزمت رئة، هلا ذات رئة ما هو غلط إنه يعني قمر إنه تقول هي ذات رئة ثنائية الجانب فيروسية، لكن مع يعني الصورة السريرية كاملة، الزلة المفاجئة، الضغط العالي، صوت واضح، نقص الأكسجة الشديد. طيب تفضل، شو عالجتوا هاي المريضة؟ التشخيص كان وسمة رئة. بالنسبة للعلاج حسب ال MNOB، أول شيء قبلت المريضة بالعناية. صوته مسموع؟ مسموع مسموع كامل. تمام، منباشر بنعطيها لازكس ومورفين ونيتروجليسيرين، نعطي اكسجين بحيث تظل عندنا الاكسجين فوق 95، والوضعيه المريض تساوي 45، وما بننسى انه نركب قصر بولي مشان الاضرار. تمام، شو اعطيته جرعه اللازكس؟
يعني بالإسعاف. أعطيناها بالإسعاف 40. 40 40 ل 80 من جرام مقبولة. ولا تنسوا دائما وضعيه نصف الجلوس، يعني كثير من الاحيان بيموتوا المرضى بسبب انهم ما محطوطين وضعيه نصف الجلوس. الحاله اللي بعدها، مريضة 77 سنه لها سوابق مرضي، قدمت قصه خزل شق ايمن وحس خدر ونمل بالطرف اليمين لمده 30 دقيقه مترافق مع دوار. بالفحص المريضة واعي متجاوبي وجلاسكو 15/15. فحص العصبي كان عنده ضغط مرتفع 18/10، عدد مرات النفس 17، أكسجين 95، والنبض 73، والحرارة كانت 33. الاستقصاءات طلبنا بالنسبة لصور السي تي كان طبيعي، بس في عندنا شوية ضمور شيخي. طيب شو التشخيص شباب؟ تفضل حكمت، شو التشخيص؟ شو عالجتوا المريضة؟ كانت دي اي اي، لا حسب العلاج انه على المشعر ابي سي دي 2. اول شيء بنحمل نعطي المريضة جرعة تحميل الاسبرين وكلوبيد 300 300، بنراقبها مع السوائل طبعا، بنراقبها في ما في داعي للعناية هون في الجناح، بنحسب المشعر ابي سي دي 2 او على مبداها. اذا كان المريض عالي الخطوره بنعطيه اسبرين وكلوبيد مشاركين. طيب المريض هون المريضه هون خليني احكي، في عندنا هون ثلاث نقاط مهمه. طبعا تي اي واضح انه المريضه يعني كانت صار في عنده اعراض عصبيه وراحت خلال 30 دقيقه. السي تي اساسي حتى لو راحت الاعراض، يعني بذكر مره نقول لكم عليها انه جاني مريض هيك وطلع نزف دماغي، يعني ما شرط يطلع انه بس ستروك او احتشاء. الامر الثاني بدك تدور على السبب، يعني هون كثير مهم السبب. احيانا ما بيكون يعني كل الاستقصاءات تطلبها من الاسعاف، لكن في استقصاء سريع لازم نعمله. شو هو شباب؟ تي اي اي تخطيط. برافو عليك سليمان. اذا تخطيط قلب اساسي، شو طلع بتخطيط القلب حكمات؟ كان كورة جفان وزيني باختصار. كان تخطيط قلب طبيعي وقتها. تمام، نحن بننفي دائما الرجفان الوزيني، وبس يطلع المريض على المشفى رح نعمل استقصائين مهمات اللي هن ايكو قلب وايكو دوبلر للسباتيين. المشهر اللي حكاه حكمت طبعا ما في داعي تحفظوه، يعني هذا ما مطلوب منكم كطلاب، لكن رح يعني اشرح لكم اياه لنفهم شو شو بنعالج التي اي. التي اي ما ضروري نعالجه بالمشفى، ما كل الحالات نعالجه بالمشفى، بس الحالات العاليه الخطوره. الحالات عاليه الخطوره هي اللي عندهم سكر، اللي طول عندهم الأمد، يعني أمد الأعراض العصبية، اللي عندهم أعراض مشتركة بين الرتة والأعراض الخزل الشقي، اللي أعمارهم كبير، هدول يفضل اللي هنا يعني مشعر الـ ABCD عندهم مرتفع، قبولهم مشفى وأعطاء أسبرين مع كلوبيدوغريل. شو اعطيته اسبرين كلوبيدوغريل المريضة؟ تمام، ما اتورفاستاتين طبعا، وبالمشفى رح نعمل لهم دوبلر سباتين ودوبلر قلبي. طيب ننتقل للحالة اللي بعدها. انا بس قلت لكم انه انا يعني مضطر اطلع، كملوا انتم شباب، يعني انا راح اضل فاتح النت لانه بدي اكون عم بسوق السياره، غالبا النت بيقطش يعني معي، فكمل ويعني مثل ما اتفقنا عم بسمعكم. انا اذا حسيت اتدخل راح احكي ان شاء الله. تمام، السلام عليكم. سلام. مريضة 33 سنة لا سوق مرضي، قدمت بقصة اختلاج مرتين مع قصة ولادي منذ 3 أيام. بالفحص مريضة واعي متجاوبي، حاليا جلاسكو 15/15، كان الضغط عندها 15/8، عدد مرات تنفس 19، الأكسجين 97،
النبض 95 والحرارة 37.8. الاستقصاءات طلبنا سي تي كان ضمن طبيعي، وصورة صدر كانت طبيعي، وتحاليل كانت التحاليل البيض 6800، الحمر طبيعيات، الصفيحات كمان طبيعيات، ALT 19، كرياتينين 0.9، البوتاسيوم والشوارب بشكل عام كان طبيعي. في عنا البي اتش 7.47 تبع مع خلاه. بعد ما زيد من الاستقصاء طلبنا رنين كان على الشكل التالي. تشخيص تفضل حكمات، شو التشخيص؟ التشخيص كان ارتعاش حملي. عندنا كمان خسار بالجيوب الوريدي، الجيب الوريدي المستعرض الايمن. هذا هون. بالنسبة للعلاج، العلاج لقين الضغط ما منخفضه هون. الضغط لازم يكون أكثر من 160 على 110 حتى نخفض الضغط. من عالج المريضة بسلفات مغنيسيوم، نعطيها جرعة بالإسعاف 6 ملي جرام، وبعدين جرعة 2 جرام على الساعة لمدة 24 أو 48 ساعة. وإذا رجعت صار عندنا اختلاجات ممكن نعطي فنتوين. يعني هون أهم نقطة بالتشخيص، أي اختلاج، أي اختلاج مع حمل أو ولادة خلال 6 أسابيع هي ارتجاج حملي حتى يثبت العكس. هلا هون الجيوب الوريدية طبيعية، ما هيك طلعت؟ يعني شايفها طبيعية. الأيمن هذا هون المعترض، هذا المعترض، معترض، معترض الأيمن شوي متضيق. نعم. طيب على كل حال إذا كان يعني التقرير هو يعني تضيق المعترض او يعني غياب، فبدك تعالج كخسار جيوب وريدي اللي هي احد محرضاتها الارجاج والحمل والولاده نفسه، يعني الخساريه الى علاج. هلا الشباب بيسالوا انه الارجاج الحملي بيصير بعد الولاده؟ اي بيضل بعد حتى تنتهي فتره النفاس، واشع شيء بالاسبوع الاول والثاني. هلا قصدي بتقول احمد عم يسال انه الرنين روتيني في الحاله للارجاج، هلا اذا ما ظهر على الطبقه وظل في عندنا احتياجات فضروري وفي قصه مثلا محققه معايير الارجاج اللي هون حققتها فلازم نطلب رنين. والله ما في معايير للارجاج، الارجاج هو ارجاج خلاص، يعني اختلاج ما بعد الولاده او اختلاج اثناء الحمل، يعني ما في شيء اسمه معايير الارجاج. يعني عم يسألوا الشباب ليش طلبنا رنين مغناطيسي، ما هيك؟ ايه الله، انا لو كنت محلك ما بطلب رنين مغناطيسي الا اذا كان المريض عنده تغير معي او عنده اعراض عصبيه. يعني كلمه رنين مغناطيسي معناتها انت شاكك في افه بالدماغ ما تحسنت، مثلا ارجاج حملي وما فاقت المريضه او ضلت عم تختلج او صار عندها اعراض عصبيه مثل خزر شقي او غابت عن الوعي او صار في عندنا فقدان رؤيه. هل حدث اي شيء من هدول الشغلات؟ في كان اعراض بصريه، فقدان مثل فقدان الرؤيه. اعراض بصريه يعني غياب تشوش رؤيه؟ تشوش رؤيه. طيب ما في مشكله. عموما الجيب المعترض يا شباب غايب عند نسبه كبيره من الناس، يعني ما هي متاكد من النسبه تقريبا، بس من خلال الخبره دائما بيكون لما بنعمل يعني رنين مغناطيسي للمرضى بيطلع دائما غايب، فهذا ممكن غيابه خلقي، يعني ما بيأثر كثير، خاصة إذا الرنين طبيعي. يعني أنا بتوقع إنه الرنين طلع طبيعي والجيب المعترض غايب، ما هيك؟ ممكن هيك. ما
ما في برانشيمية ضمن الدماغ. مريضة 25 سنة لا سوق مرضي قدمت بقصة غياب وعي كما ذكر الأهل بالإسعاف. كانت مريضة وعي متجاوب وكلاسكو كان عندها 14/15، كان في عندها نقص درجة واحدة بالكلام، ضغطها طبيعي، عدد مرات التنفس 21، اكسجتها كويسة 99، ونبضها 130. الاستقصاءات بما انه قالوا كان في عندها غياب وعي، سيتي الدماغ، وطلبنا سكر وشوارد، كان كلهم ضمن الطبيعي. المريضة لما صارت تحكي انه ما في عندها حس ثقل في الايد، ما عندها حس ثقل في اللسان، ما عندها اي اعراض توجه لنحو آفي عصبي. تخطيطها كان طبيعي كمان. أقول بعد الاستقصاءات تحسنت المريضة؟ اي المريضة تحسنت ورجع جلاسكو 15/15 وكان متجاوبي ووعي تمام. اي في قصة زعل في البيت، ذكر الدكتور اذا ما سمعته انه مشان المريضه تتحرك ترفع ايدها وتنزلها فوق راسها، فهو بتبين انه اذا في عندها خزل او ما في خزل، اذا دبتها لحالها، اذا وقعت على وجهها يكون في خزل، اذا ما وقعت فبيكون انه يكون عم تمثل يكون في عندها مقوي. التشخيص مثل ما ذكر الشباب، التشخيص مثل ما ذكر الشباب انه مريضه سايكو. بالنسبه للتدبير اهم شيء طمأنت الاهل وعلاج معرفة سلوكي. تمام، يعني ما بدي أشوف حدا عم يمارس أي أعمال غير أخلاقية مثل مثلا حقن أدوية مؤذية أو المريض لازيكس أو أي شيء، سيروم ملحي بس نطمنه أنه ممكن هذا الدواء يعني يعالجك. وطبعا يعني بهيك حالات كثير ممكن نتحرى بثلاث أربع أسئلة عن موضوع الاكتئاب. موضوع الاكتئاب مهم. شو الأسئلة بتسألها إذا تتحرى عن الاكتئاب؟ بالنسبة أهم شيء إنه ساعات النوم، عم تنام كثير لما عم تنام، شهيتها على الأكل مثلا، ومنسأل عن مثل العوامل المتعلقة بالسيروتونين، إن مثلا في عندها سعادة ما سعادة وفرح وهيك شيء. مريض 23 سنة لا سوق مرضي قدم بقصة ألم بطني وقيء وإسهال. بالنسبة للإسهالات كاني ثلاث مرات، وقيء مرة واحدة. بالفحص مريض وعي متجاوب، كان جلاسكو عنده 15/15، ضغطه طبيعي والعدد مرات التنفس والأكسجي طبيعيات، والنبض كمان طبيعي. الاستقصاءات طلبنا ايكو للبطن كان طبيعي، والسي بي سي والاميلاز كان طبيعيات. والله الحراره ما قصناها حقيقه، في الم بطني بس معمم طبعا، ما في رقان. اسهل قال انه قوام بين المائي والعادي، يعني ما حدد صفه ايش اسمه حدد الاسهال. والكمية ما كانت غزيرة مثل ما ذكر. هلا في نوع ما انه اكل بالسوق، بس اشو الاكل ما اخذت اخذها منه على السواء. ذكر انه راح المطعم. بالنسبة للتشخيص كان هو التهاب معدي وامعاء ما ذكر الشباب. بالنسبة للتدبير طبعا بنعطيه هون ديفوميت اندانيس سيرون، مضادات كولين سبازما، ونعطي مشان المعدي رايسك، وبالنسبة للألم بطني نعطي سيتامول، ونخلي بالانتظار شوي، غرفة انتظار بالإسعاف، ونراقب المريض إذا تحسن ولا لا، خف الإسهال ما خف في الأقياءات الألم البطني. بالنسبة لمريضنا هون تحسن بشكل المذاكر هو كتير إنه سحري، وخرجنا على البيت انه قلنا له اذا رجع عندك الاعراض تراجعنا. ونبهنا انه ما يخلط بالاكل، ما اعطينا وصفة على البيت، بس نبهنا انه ما يرجع ياكل اكلات بالمطاعم حاليا.
حكمت بالنسبة لهي الحالة، هل قلت له أعطيته المريض حمية؟ حط له شو هي حكيم الحمية انه اللي هلا بعد عن الاكلات بتخرج المعده والامعاء، مثلا القهوه، المقالي، البهارات. لا هو الحقيقة يبعد عن كل شيء، ما هو بس المخرج لما إذا كان في واحد عنده التهاب معدة وأمعاء لازم يبعد عن كل شيء ما عدا 4 5 أكلات. تعرفون شو هن الأكلات اللي ننصح فيهم كحمية؟ ممكن رز، موز، الرز، الرز، الموز صحيح، كمان تفاح، التفاح جيد، والبطاطا المسلوقة، بطاطا مسلوقة، ولبن. والشوربة، الشوربة لا اللبن بلا بلا الشوربة. إذا أهم شيء اللي بيعملوه أمساك يعني البطاطا المسلوقة والموز، التفاح أيضا، الشاي والله كويس، الشاي كمان بيعمل قبض، الشاي والرز. فهدول يعني مهمات جدا للمرضى الجي اي. الله انا ما بعرف ليش ما اعطيته مصدات حيويه، ما كنت وقتها يعني بالعرض. حكيم، ف عدد مرات انا بدي اسالك عليهم ارسال، يعني، قال لي شو الاستقرابات اللي من نعطي فيها صدات حيويه، عدد مرات ارسال اكثر من خمسة، او بمعنى اخر امتى بنشك انه عندنا التهاب امعاء جرثومي؟ اول شيء قوام الاسهال يكون مخاطي، يكون مدمى مثلا، عدد مرات اكثر من خمسة، ترافق مع حراره، طول المدي، لفوق الافضل حط لنا بالكراج. ممكن كمان انه كسهال ماء الرز مثلا يكون سهال كوليرا، هو بنعطي كمان صدات حيوي كميه كبيره. مريضه 21 سنه لها سواق مرضي قدمت قصه طفح معمم محكي بعد تناول جرعه روس.